مرحبا بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور. وزي ما نوهنا النهاردة هنخصص الفقرة دي للكسور عند الأطفال. ايه هي أعراض الكسور عند الأطفال؟ ودايما نسمع ان الطفل لما يتكسر او يحصل شرخ انه بيلتئم اسرع من الكبير، يقول لك ده طفل يعني ده بسرعة جدا هيلتئم اكتر من الكبير، لكن مع الأطفال ومع حركتهم الكتير ممكن، هل مثلا الكسر ممكن يلتئم بشكل غلط بشكل مش مظبوط، يعمل مضاعفات ويسيب اثر بعد كده لما الطفل يكبر ولا لا؟ وموضوع المفاصل الصناعية لو الكسر حاجة كبيرة عند الطفل لا قدر الله، هل برضه الطفل ممكن يحتاج انه يركب ده ولا مع الالتئام السريع مش بنحتاج نلجأ للمفاصل الصناعية؟ تعالوا النهاردة نتكلم عن أنواع الكسور عند الأطفال، المضاعفات إزاي بتلتئم، وبعد كده برضو هنفتح التليفونات لحضراتكم لو في أي سؤال الأرقام هتكون قدامكم تقدروا تتواصلوا معنا. بيسعدنا وشرفنا جدا أستاذ دكتور فادي نبيل استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير. نورنا جدا يا دكتور. مبسوطين جدا حضرتك معانا. وعايزين نبتدي، هو ليه الأطفال يعني بص لا الولد بيجري وبيلعب هما بيتنططوا كتير، الولد ايديه اتكسرت او رجليه اتكسرت، خصوصا في النوادي كمان حمامات السباحه وحاجات كده. هو الستاتستكس والاحصائيات بتاعتنا كلها بتقول انه تقريبا 1 على 3 من الاطفال، تلت الاطفال الاطفال بنمتد فيهم لغايه سن 17 18 سنه كده اهوت، بيتعرضوا في اثناء السن دوت في المرحله العمريه ديت لكسور. ودي نسبه مش قليله، انه تلت البوبوليشن، تلت الناس اللي بالسن دوت بيتعرضوا في نقطه ما في وقت ما بيتعرضوا لان هم يجي لهم كسر في واحد من العظام بتاعتهم. عندنا سببين اساسيين، اول حاجه طبعا الاكتيفيتي والنشاط الزايد. الكسور عامه مرتبطه بالنشاط، مرتبطه بالاكتيفيتي الزايده، كل ما الواحد يبقى فيه نشاط زياده بيبقى عرضه ان هو يقع او يتخبط او، والمرحله العمريه ديت وبالذات الاطفال بيبقى طبعا نشاطهم جامد جدا، بيلعبوا رياضه كتير، بيروحوا النوادي، بيلعبوا كوره، وفي الواقع الكوره كره القدم بالذات اكتر حاجه مصاحب ليها حدوث الكسور عند الاطفال. فدي اول سبب، الرياضه والنشاط والاكتيفيتي الزايده اللي طبعا اكيد في الاطفال بتبقى اكتر من بقيه المراحل العمريه. تاني حاجة انه طبيعة التكوين العظمي عند الاطفال بتخلي فيه نقط، احنا عندنا حاجة اسمها مركز نمو، يعني كلنا اكيد بنفكر هو احنا ازاي بنطول، ازاي بنكبر، ازاي العظمة دي بتطول. كل عظمة في الجسم فيها حاجة اسمها مركز نمو، مركز النمو دوت. وساعات كتير على فكرة الاهالي لما بيعملوا اشعة للطفل ويلاقوا خط كده هو باين في الاشعة ما فيهوش عظم يقولوا ده مكسور، فنقول له لا ما تخافش ده نورمال، ده طبيعي، ده اسمه مركز نمو. فالمنطقة اللي جنب مركز نمو بتكون somehow بطريقة ما أضعف سنة من بقية العظام، وبالتالي بتبقى عرضة إن هي يحصل فيها الكسور ديت عند الأطفال. وده طبيعي إن هي تكون أضعف من باقي العظام، ده تركيب السكيلتون العظم في الفترة ديت. مع النضج والبلوغ ومع إنه سن تقريبا 16 سنة في البنات 17 18 سنة في الولاد بتلتئم مراكز النمو دي وبتصبح العظمة دي جامدة وخلاص ما بنبقاش عندنا أي مشكلة كنقطة ضعف في العظم. فهم دول السببين الأساسيين، إن نشاطهم أكتر وإن طبيعتهم بتخليهم عرضة مع النشاط دوت في نقط معينة وفي أماكن معينة إن يجي لهم الكسور. عشان كده كتير بنشوف الأطفال عندهم كسور. بالمناسبة أشهر وأكتر اكتر حته بتتكسر هي المنطقه اللي فوق مفصل الرسغ على طول، لان هم كتير بيقعوا على ايدهم، احنا بالنسبه لنا بالظبط هو بيقع بيسند على ايده اللي هي الاوت ستريتشد هاند، لما بيقع كده الكسر اللي عند الرسغ ويليه الكسر اللي عند الكوع، دول من اكتر حاجتين بنشوفهم. لكن كله تمام يعني الدنيا بتمشي يعني. هو علشان عندهم لسه مركز نمو، العظم بينمو، ففي حاجة كده موجودة عند الأطفال من عند ربنا كده هدية كده للأطفال. عندهم حاجة اسمها ريموديلينج. يعني ايه ريموديلينج؟ يعني إعادة تشكيل العظم. يعني الكبار لما بيكسروا احنا بنرجع العظمة تاني في وضع تشريحي زي ما كانت، اللي هي بنسميها عندنا اناتوميكال، يعني العظمة كانت مكسورة وعملت كده احنا بنرجع العظمة ستريت زي ما كانت بالظبط. في الأطفال وده بيبقى نقطة خلاف وأنا حابب أنه المشاهدين يبقوا عارفين ويطمنوا بده، الأطفال عندهم حاجة اسمها ريموديلينج، يعني إعادة تشكيل. يعني بنقبل أن العظمة تلتئم في الوضع دوت، ويبقى المنظر مزعج جدا جدا للأهالي ويقولوا يا خبر أبيض ده الولد رجله مثلا عظمة الفخذ بالذات عاملة كده، أقول له ما تخافش بنجبسه وبنسيبه
وبنتابع الولد لمدة 3 لـ6 شهور، العظمة بتبقى عاملة كده في الأول، بمرور الوقت الجسم بيرمي عظم كتير حوالين منطقة الكسر دوت، وبعدين بيشكل عظمة فخذ جديدة. الخاصية دي مش موجودة عند الأدلتس، مش موجودة في الكبار، دي موجودة عند الأطفال بس. طب هما امتى حاجة يقول أصل دي لحمت غلط وتبقى عاملة شكل، يعني تفرق مثلا في المشية، في الحركة، في الشكل بتاع الدراع، الرجل هايل. يبقى جايب كده بالضبط. السؤال ده هايل، امتى بقى بنقول لحمت غلط؟ احنا عندنا ريفرنس جايدلاينز، يعني خطوط استرشادية. مقبول مثلا انه في عظمة الفخذ يكون الاعوجاج بكذا درجة وكذا درجة في الاماكن المعينة. واحنا كلنا مذكرين وعارفين الجايدلاينز ديت والخطوط الاسترشادية ديت. طول ما الطفل في حدود الدرجات ديت احنا بنبقى مطمنين عليه، وبنبقى عارفين انه مع النمو هيحصل له اعادة تشكيل وريمودلينج، والولد يبقى كويس وما يسيبلوش اي اعاقة او تشوه في عظمه، بشرط ان مركز النمو ما يكونش متأثر. احنا اللي بنقلع عليه بقى لما يحصل اصابة في مركز النمو نفسه، ده اللي بنضطر ننزله حتى لو بالليل عشان نرجع مركز نمو في مكانه، لان هو ده اللي هيكبر في وضع صحيح او هيكبر في وضع غلط ومع النمو بتاعه يحصل الاعوجاج اللي انت بتحكي عليه. ده متعارف عليه يا دكتور؟ يعني ده مش محتاج مثلا يعني كل طبيب عظام عارف القصة دي، ولا ممكن تتعامل بشكل غلط؟ بص، في أي حاجة في الدنيا وارد، في أي مجال يحصل فيه أخطاء، لكن الخطوط الاسترشادية واضحة وصريحة إنه وكل عظمة بالمناسبة، يعني في عظمة الفخذ احنا عارفين مقبول كام زاوية في أنهي مكان بالضبط تقبلها. وكل ما يكون سن الطفل أصغر كل ما بيبقى عنده إمكانية التئام كسور أكتر، وإمكانية إنه يعمل إعادة تشكيل العظمة أكتر، وبالتالي احنا بنبقى متسامحين مع وضع الكسر أكتر. يعني في أطفال في سن سنة وسنتين لما بيتكسروا بنقبل منظر في الفخذ مثلا بيبقى منظر صعب جدا، منظر الأشعة يعني مقوسة جدا، وبنقول الأهالي ما تخافوش هيلحم، وممكن يكون في زكة شوية لمدة من 3 لـ6 شهور، وبعد سنة بنعمل أشعة في المتابعة للولد دوت وبنلاقيه بقى عظمة طبيعية سليمة. طب اللي بيتولدوا هم عندهم مشاكل في العظم، يعني عندهم عيوب، عنده تقوس، عنده مشكلة رجل أطول من رجل أو كده، يعني إزاي بيتم التعامل معاه؟ وهل بعد سن معين ما بينفعش نتعامل؟ هو ده بقى شق تاني. ده مش طفل اتكسر، مش طفل تعرض لإصابة، هو مولود كده، مولود كده، وقدر بقى عنده مشكلة في مفصل الفخذ، عنده مشكلة في مشاكل إنه مثلا عظمة الفخذ في ناحية بتبقى أقصر. أيوة. ودول أكيد 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 بيحتاجوا تدخل جراحي. في تقويم يعني بيتعمل له؟ طبعا في تقويم وفي تدخلات جامدة جدا، وعندنا أدفانسز جامدة قوي، في تقدم علمي رهيب في الموضوع دوت. فيعني هو بس الفكرة إنه ننصح الناس، أرجوكم روح ما تهملش، خد رأي الدكتور واطمن إنه ده هيبقى التقدم بتاعه والتطور بتاعه عامل إيه. ودور الدكتور إنه لازم يشرح بالتفصيل للمريض، لأن عندنا مثلا كسور بنبقى عارفين إنه في كسر الفخذ لما تلتئم الرجل اللي فيها الكسر هتبقى أطول من الرجل التانية لمدة سنة أو سنتين. الرجل اللي فيها الكسر؟ يس بالضبط، الرجل اللي كسرت في طفل صغير اللي بيحصل له كسر وبيلتئم، وبنعالجه علاج تحفظي بدون جراحة، بنعمل لهم حاجة اسمها بنطلون جيبس، يعني قصة كده. لأنه طبعا بنحاول في سن صغير على قد ما نقدر ما نعملش جراحات تداخلية. طيب ليه بتبقى أطول؟ لأنه الدم بيوصل أكتر للرجل دي عشان يخليها تلتئم. ده رد فعل الجسم، عشان يلتئم الدم بيوصل أكتر، وبالتالي مركز نموه بيشتغل أكتر، فتنمو أسرع. فأنا لو ما نبهتش الأهالي أهل الطفل من البداية هيتخضوا. فلازم أقول لأهل خلي بالك أنه وهو بيلتئم هيقعد من سنة لسنتين رجله فيها طول، وما تخافش ده طبيعي، وبعد سنتين هتلاقيه زبط. الأطفال متسامحين جدا في العظام، الأهم إنها بترجع بس. بترجع؟ لا لا لا، بترجع وبيبقى كويس وبيظبط بمرور الوقت طول رجليه الاثنين. طب موضوع الشروخ يا دكتور، يعني في أهالي مثلا لو حصل شرخ بيبقى التعامل معاه غير، يعني قال لك جاي في منطقة مش محتاجة إنها تتجبس أو مش هينفع إنها تتجبس، فهنا أعتقد في طرق تانية، واللي هي الحاجات التقيلة اللي بتتركب في المكان المكسور، مش عارفة يعني حاجة برضه. لا هو دي كانوا بيستخدموها يمكن قديمة شوية، معرفش بتتعامل الشروخ ازاي دلوقتي. لا بيتعمل لها كبيرة او جبس بعلاج تحفظي لو جاية في منطقة مثلا مش بتنفع تركب فيها جبس. بصي هو اكتر حتة بتبقى صعبة شوية فيها الجبس هي الكسور اللي في اعلى عظمة الحوض مثلا، في حاجة وفي الاطفال بنعمل لهم حاجة اسمها بنطلون جبس.
بندي الطفل بنج وداخل اوضه العمليات من غير فتح، بس نعمل جبس بقى ممتد من القدم تحت وماسك حتى العظمه كلها اللي متاثره وماسك الحوض وماسك الرجل الثانيه لغايه فوق الركبه. ده حتى للشروخ، مش لازم يبقى كسر يعني اصلا بصراحه الاطفال ما بيتشرخوش في الحته دي، لما بيقعوا بيكسروا والكسر بيتحرك من مكانه. لكن لو حاجه بسيطه، المشكلة في إيه؟ إنه الكبار أقدر أقول لهم ما تدوسوش على رجلكم وامسكوا عصاية ونطوا. الأطفال ما تقدرش تسيطر غصب عنهم. أنا سؤالي عشان كده، عشان الأطفال مش بنقدر نسيطر عليهم. طب أنا لبسه بقى، ما هو لازم يتجرب. الدكتور بقى يعني ممكن يبان إن هو بسيط قوي، بس أنا بس يعني بيغلب الآباء والأمهات. الواد وقع، الحقني يا بابا انا بموت، رجلي ايديا مش عارف، ازاي اعرف ان ده كسر ولا هو بيتدلع ولا دي حاجه طبيعيه؟ لازم بص، احنا عمرنا ما هنخسر حاجه لو تعرضنا لعملنا اشعه. لا يقول لك اصل لو ما ورمتش ما اعرفش ما تبقاش ايه. احنا لا. عندنا طبعا حركة كلنا دكاتره في نفسنا يعني. هو احنا بنسمع الكلام دوت من الناس ان هو يقولوا ده انا وقعت وما ورمتش. صدقني صدقني احنا بنشوف ناس عندهم كسور ماشيين على رجلهم عادي خالص. بنشوفها ومكتوبة عندنا في الكتب العلمية. مفيش دكتور يقدر يوصف بنفسه أو يستبعد بنفسه بإيده بدون أشعة أن الحتة دي 100% سليمة. ودايما بيبقى القلق من التعرض لإشعاع، من التعرض للراديش. فأنا مثلا مش عايز أعرض الطفل ده لإشعاع، بس أنا عايز أطمنهم أنه يعني طفل وقع على إيده فأنت قلقت شوية، مش هخسر حاجة لو خدت ورحت الطوارئ وعملت أشعة على إيده. الأشعة العادية نسبة الإشعاع اللي فيها مش هتأثر على الطفل. يعني يمكن نكون قلقانين وما نحبش نعمل أشعة مقطعية غير لو محتاجينها، وطبعا لو محتاجينها هنعملها لأن الأشعة المقطعية فيها تعرض لإشعاع بنسبة كبيرة. لكن ردا على سؤالك ايه اللي اعمله لو انا شاكك في حاجه، اكيد لازم استشير طبيب. احنا بنقعد نقول له مثلا اعمل كده، اعمل كده، مش عارف ايه، هل ده يعني لطيف ولا برده معلش؟ احنا ممكن نعمل حاجه تبوظ الدنيا. ممكن يكون في حاجه تتحرك من مكانها. ولا حرك يعني اللي بيحصل في البيوت لا يعني. يعني يفضل ان هو يعمل اشعه. يعني انا صدقني امبارح بالليل كان عندي مريض ولد شاب، هو وقع على ايده في المدرسه، وحد شافه في المدرسه فقال له لا ما فيكش حاجه، وعمل له بلاستر على الصباعين جنب بعض. ولما الولد فضل اسبوع بيشتكي من ايده، عمل اشعه وايده مكسوره كسر فورمال، يعني مش هيحتاج جراحه، هيمشي بجبس، ولكن تم اهمال الكسر ده لمده اسبوع. ما حصلش مشكله، ولكن المريض فضل متالم لمده اسبوع. ما هو الجبس دوره ايه؟ انه بيقلل وجع العظمه لما بتتكسر وبتبقى بتتحرك، بتبقى مؤلمه جدا طبعا. واول طريقه لتسكين الالم اني اثبت الكسر دوت. فلما عملنا جبس الالم اتحسن والولد قدر يعيش حياته وهكذا. فاعتقد هيبقى افضل انه لا ننصح الناس، ارجوك روح على الطوارئ، الدكتور يعمل اشعه واحده مش هتاذي اي حد، مش خطر، وهتطمنا عندنا حاجه نتعامل معاها ولا لا. طب دكتور لو يعني في بعض الحالات بنشوف مثلا اتعمل جبيره او جبس وبعدين طلع غلط، ويقولوا لو كان استمر كده كان هيبقى فيه مضاعفات، ايه الحاجه اللي ممكن الطفل يحسها فيقول اثناء ما هو متجبس فانا هنا كبابا او ماما انتبه، لا ده انا لازم حتى هو في الجبس اروح اعمل اشعه لربما يكون في حاجه غلط؟ بصي احنا جنرالي كقاعده عامه اي حد بنعمله جبس بنديله شويه تعليمات. أيوة. بنقول له هنلاحظ انك انت، هفترض مثلا انه طفل عنده كسر عند الرزغ اللي هو شائع جدا جدا جدا. وعلى فكره الكلام ده ينطبق على الكبار وعلى الصغيرين. لان حتى الكسور عند الرزغ في الكبار منتشره جدا، لان لما بنقع بنسند على ايدنا وبالتالي النقطه دي بتتكسر. انا هفترض ان انا عملت جبس لحد، لازم بنديله تعليمات انه انت لازم تطمن على حركه الاصابع. احنا ساعات على فكره بنكتبها على ورقه على الروشتة للمريض، ملاحظه حركه الاصابع انك انت بتحرك صوابعك كويس. ملاحظه الدوره الدمويه، يعني ايه الدوره الدمويه؟ ببساطه شديده انا بطمن على لون صوابعي ان هو دمويه بالظبط، ان في دمويه وان لونه وذن المعقول طبيعي. ملاحظه حدوث تورم انه طبيعي مع الكسور هيحصل ورم، لكن ما يحصلش ورم ماسيف سيفير عنيف. ودايما بننبه المريض اي حاجه من الحاجات دي تقلق منها، ارجوك اطلع فورا على الطوارئ حتى لو وش الفجر. الحته دي بالذات، السؤال ده مهم جدا، الحته دي بالذات ما فيهاش تفاهم، لانه العظمه لو لحمت بطريقه خاطئه انا هكسرها واعدلها واظبطها، مش مشكله لينا تصرف فيها. لكن حدوث تورم جامد اللي احيانا بيأثر على الدوره الدمويه دوت مش هنقدر نصلحه لو حصل. ده لازم نستبقه ازاي؟ ان احنا نتابع المريض الدوره الدمويه ولو في تورم وحدوث تورم جامد، وانه انا عامل مثلا جبس لازم اطمن ان انا قادر احرك صوابعي. طب يا دكتور يعني سؤال برضو، هو نقع ازاي؟
حضرتك هو احنا لما بنقع بنقع كده، لكن هل في طريقه مثلا يعني؟ لا هو الـ الحاجات اللي بشكل بشكل تلقائي بنعمل كده. لا ده غصب عننا، ده ريفلكس طبعا. هو دايما بيبقى نستبق ان احنا نقع، المنطقه اللي فيها ميه بيحطوا سان ويت فلور، مش عارف شفتوا ده صور ولا ما اقصدش كده كده بنزحلق ونقع، نقع ازاي يعني؟ لما اقع يعني بلاش على ايه؟ دي يعني دي ما عندناش ليها جايد لاينز، لان اي حاجه تقع عليها تتكسر هتتكسر. فدي لا دي ما لهاش هنا ولا ايه بالظبط؟ اختار عايز انهي ناحيه، لكن كلام مش عليها تتكسر هتتكسر. طيب احنا طبعا ما نقعش يعني. في صور معانا لو حضرتك برضو تشرح لنا شكل الحاجات دي. انا كنت حابب اوري ناس بس مركز النمو. يعني ايه مركز النمو؟ هي الحته يعني ده مثلا مفصل كوع عند طفل، دي الحته اللي بينمو منها العظمه، مكان السهم ده هتلاقوا في حته من العظم مش موجوده. فده ما يقلقش الاهالي، انه ما تخافش انه ده هو ده كسر يا دكتور. لا ده مش كسر يا جماعه، ده اسمه مركز نمو، وده ما يقلقناش خالص. الصوره اللي بعدها برده كنا حاطين صوره مفصل كاحل، نجيبها لو سمحتوا. دي لو نقدر الصوره دي صوره عظمه فخذ عند طفل وحصل كسر، وانتوا هتلاحظوا انه من على الناحيه الشمال العظمه متحركه من مكانها شويه، يعني فيها ديسبيسمنت ومش في مكانها قوي. أيوة. ولكن بما ان احنا بنتعامل على سن صغير وعارفين ان هيحصل اعاده تشكيل، فتم اللجوء انه ده هيتعالج بطريقه تحفظيه بجبس، وبمتابعه الاشعه من الشمال لليمين هنلاقي ان العظمه التأمت وشكلت نفسها في وضع تشريحي صحيح ورجعت للنورمال. وده اللي بنقوله للناس في الاطفال، بنقبل وذن الدرجات، في خلال الدرجات المعتمده المقبوله اللي مش هنزيد عنها. وطبعا ده بيحتاج متابعه باشعات علشان بس نطمن انه ستيل الكسر ما اتحركش من مكانه. طب انا برضو عايز اقول لحضرتك يعني، لما لو حد جنبنا اتكسر سواء كان طفل او كبير في السن، اللي مفروض علينا ان احنا نعمله؟ احنا اوقات ساعات نقعد نقلب في الشخص نفسه ونحرك له ايديه ونحرك له رجليه، وقد يكون لما بنعمل كده بنبهدله اكتر. يعني هو دي اسوأ حاجه. انت عارف عربيات الاسعاف بيبقى فيها الستريتشر اللي هو الحماله اللي هيشيلوا عليها المريض، وفيها حتت بنركبها على المريض بتعمل فاكيوم وبتثبت الرجل في الوضع اللي هي فيه. يعني النصيحه اللي نقدمها للناس، ارجوكم ما تحركوش حد وقع. يعني طبعا اخطر حاجه في الحوادث، لانه في احتمالات اصابه في الفقرات العنقيه، دي بتبقى مرعبه. احنا لينا طريقه معينه في ان احنا ننقل المريض، والمسعف بيبقى عارف هيطلع المريض ازاي وهيتعامل معاه ازاي. في حاله حدوث كسر في الرجل او في ايده، ارجوك سيبه لغايه لما هيجي مسعف او هيجي حد عارف هيتعامل ازاي مع الايد دي. احنا لينا طريقه. ده احنا اوقات كسور مثلا في عظمه العضد، في كسور منها في عصب مهم بيعدي عند الايد هنا، اوقات كتير الكسر نفسه ما يعورش العصب دوت، ولو تم التعامل معاه وتحريكه بطريقه غلط قبل الجراحه بيأثر على العصب ده. اكلم المستشفى تيجي تاخده فورا، هم يتعاملوا معاه. واسوأ حاجة ممكن اعملها ان انا امسك طرف احتمال يكون فيه كسر ونقعد نحرك فيه. احنا مش عارفين ان في كسر، في اسهل حاجة معلش حبيبتي اسم الله عليك هاتي ايدك ونقوم، وتروح محملة على الحاجة وتفضل تصرخ، فكده عملنا كارثة. المنظر ودرجة الالم طبعا بتفرق. الاصابات اللي كلنا متعودين منها اوكي، بس اوقات بنشوف منظر لا شكلها فيها حاجة غلط. وانس شكيت سيبه، التعامل معاه مع طاقم طبي افضل. احنا في الطوارئ مش بنمسك رجل مشتبهين فيها نقعد نحركها جامد، احنا اللي بنعمله في الطوارئ ان احنا بنشوف الحته اللي وجعاه فين واطلب عليها اشعه، وبعد كده اتعامل مع الطرف ده بناء على الاشعه. استاذ حضرتك معانا، استاذ صفاء اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الفل عليك، اتفضلي اتفضلي سؤالك. انا بس كنت عايزه اسال الدكتور، انا عندي بنتين شقين عندهم 4 سنين ونص، بتقول من عيد منها يعني، انا لو في اي وقت كنت ممكن اقول هي مثلا بتضحك او بتهزر بطريقه معينه، لكن هي بتصحى من عيد منها بتعيط نص الليل بالدموع من وجع رجليها، وساعات بتشتكي من وجع ايديها. شكيت ان هي مثلا هي بتشتكي من زورها كتير، فقلت ممكن تكون من اللوز. عملت لها تحاليل روماتيزم وتحاليل للوز، لقيت ان هي كويسه، فانا مش عارفه هل اعمل لها تحاليل ثانيه ولا اكشف عليها عند دكتور اطفال عادي ولا اتعامل معاها ازاي. هي عندها كام سنه يا مدام صفاء؟ 4 سنين. 4 سنين.
هما توأم. لكن ما عملتيش اتفضلي. البنت الثالثة هم عموما عاملين كل خيانات ستهم ماسكة معينة من دراعهم أقل، بلاقيني طقطق جامد عاملهم بحس إن هو ضعيف ومناعتهم ضعيفة، فهل ده نقص فيتامينات ولا أكشف عند دكتور معين ولا محتاجة المفروض أعمل؟ حاضر يا حاضر. هما بيشتكوا بيعيطوا جامد من عاملهم. البنت الثالثة، البنت الثالثة عندها كام سنة يا مدام صفاء؟ سنتين ونص. سنتين ونص تمام. دي اللي عظمها بيطقطق صح؟ هم الثلاثة وخصوصا اكثر اللي هي الصغيرة دي، بس اللي هي واحدة متوأم تمام. عينينا مدام صفاء عينينا وصلت وصلت. سنتين ونص واربع سنين وواحد الثلاثة عظمهم بيطقطق، ألم شديد، بتصحى تعيط منه ايد ورجل، وعملت كل التحاليل كويسة. ايه؟ بصوا احنا اولا ما عندناش مرض في العظم، انا عارف اللي هقوله ده هيخض الناس، بس ما عندناش مرض اسمه عظمي بيطقطق. دي نوت او ملحوظه الاهالي بيشوفوها وبنحترمها جدا جدا وبنطمنهم انه يا جماعه ما تقلقوش، الاصوات او الكليكنج اللي بيحصل دوت لا يمثل عرض لاي مرض، ما تقلقوش يعني، ما عندناش حاجه بنشخصها من ده، فدي حاجه ما تخوفش. تاني حاجة عايز أقولها وهرد على أستاذة صفاء، التوجه الجري على طول لأنه اللوز واواوا، يا جماعة الحمى الروماتيزمية اللي هي بيتاخد لها حقن البنسلين ممتدة المفعول دي حاجة ما بتتشخصش بتحليل واحد فقط، اللي هو للأسف كتير من الناس وكتير من الدكاترة بتعمل كده، وأنا آسف ده مش صح. الحمى الروماتيزمية ده مرض شق كبير خالص، ليه مواصفات للتشخيص حوالي 15 بوينت، 10 ميجر و5 ماينور، ولازم المريض يبقى يجيب سكور معين عشان نقول ان عنده حمى روماتيزميه، وبقت قليله جدا ونادره جدا ومش هتاثر على عظمها. في الاغلب المتصله اللي بتكلم دي مفيش مشكله، لان هي عملت تحاليل وعملت كل حاجه وما لقيناش مشكله. البنات بتعيط من وجع العظم ليه؟ اوقات كتير ما بنلاقيش سبب، طول ما الطفل ما بيتكسرش بمعدل زايد عن الطبيعي احنا ما بنبقاش قلقانين. في مشاكل نادرة شوية بتخلي الاطفال عرضة للكسور، بس دي بتحصل، نلاقي الطفل بقى في اول 3 سنين اتكسر 5-6 مرات، دي حالة مرضية ليها علاج اخر. يا دكتور احنا كتير الجملة اللي احنا تربينا عليها اشرب لبن عشان يبقى عظمك قوي، هل ده حقيقي ولا احنا محتاجين نعمل تحاليل من وقت للتاني عشان نسبة الكالسيوم، خاصة ان احنا معظم الالبان اللي احنا بنشربها او اولادنا بيشربوها هي البان في الاخر البان محفوظة، الله اعلم يعني مدى دقتها مدى. والولاد ما بتحبش اللبن دلوقتي برضو يعني، في يعني احنا حاطين كل الكالسيوم بالنسبة لنا هو في اللبن، مش احنا لو اللبن بيشرب يعني ده لو بيشرب. بصوا التغذية ليها دور مهم جدا 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 في العظام، سواء في الصغيرين او في الكبار، لان حتى الكبار نقص فيتامين دي او نقص كالسيوم بيعمل لنا شويه مشاكل، لكن بالذات في الاطفال لو بنتكلم عليهم طبعا اللبن ليه دور مهم جدا كمصدر اساسي للكالسيوم او مشتقات الالبان، ودكاتره الاطفال بيتابعوا دوت. فيتامين د في السن الصغير مهم جدا 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 عن السن الكبير، وهو ده اللي بينتج عنه التقوس بتاع الرجلين والاعوجاج و و. ونفسي انبه الناس لحاجه، اهم مصدر التعرض للشمس. التعرض للشمس وبالذات في الاطفال، واحنا بنقصد التعرض للشمس ان انا اعرض دراعاتي او دراعات الطفل والرقبه وجزء من رجليه على قد ما اقدر لمده 15-20 دقيقه يوميا لشمس، ومش لازم تكون اشعه شمس مباشره في عز الظهر، يعني في الصيف اللي هي من 9 ل 11 بالظبط كده الصبح، او من على الساعه 3-3:30-4 بعد الظهر تكون الدنيا هديت. التعرض للشمس ده مهم جدا، ان انا اخد حاجات كالسيوم وان انا ابقى مستوفي فيتامين د في الاطفال مهم جدا جدا جدا، لانه نمو العظم بصوره سليمه معتمد اساسي بصوره اساسيه على انه يكون عندي ما يكفي من مخزون كالسيوم وفيتامين د، ونقصهم مش هيعمل الالم اللي المتصله بتتكلم عنه. هنحتاج تحاليل لموضوع فيتامين د وفيتامين سن الصغير ده ممكن يبقى فيه مشكله في فيتامين دي. ده هو اكتر سن هيحصل فيه مشكله هتبقى في السن الصغير، لان ده السن زي ما قلنا فيه مركز نمو وفيه نمو للعظم، فانا لو مش موفر له الماده الخام اللي هيصنع بيها عظم كويس التصنيع مش هيبقى كويس، فانا لازم اوفر كالسيوم وفيتامين د. بنحلل بنحلل علشان نعرف هل في عندنا حاجه غلط في العظم ولا لا. عاده في 3 تحاليل بيتعملوا، كالسيوم وفيتامين د وحاجه اسمها الكالاين فوسفاتيز. التحليل ده مهم جدا جدا جدا، وهو اللي بيقول لنا نسبه الكالسيوم وفيتامين د وتصنيع العظم ماشي بمعدل كويس ولا لا، وهو ده اللي بنمونيتور بيه. هل الاكل ممكن يكون مصدر ولا يعني صعب ان هي يبقى الاكل مصدر رئيسي للفيتامينات؟
بص لما بينقص طبعا الاكل مصدر مهم جدا جدا طبعاً جدا طبعاً. الشمس مهمه جدا ودلوقتي بقى عندنا مستحضرات كتيره جدا من فيتامين د بجرعات كبيره بتأدي الغرض وبتأدي بصوره كويسه. فما الاطفال في كمان بيتعمل باشكال يعني ترضيهم زي البونبوني كده زي البونبوني ده كمان حتى الحقن بتاعه فيتامين د نزل منها حقن بتتاخد اورال الناس مش بيقتنعوا بيها بس الفايل نفسه بدل ما يتاخد عضل بنحطه لهم على كوبايه لبن وبيشربوه وبيقوم بالدور المطلوب طيب سؤال تاني لحضرتك يا كارما. صباح الفل. الو صباح الخير. صباح النور يا كارما. اتفضلي. انا ابني عنده 3 سنين ونص هو كان واقع على مناخيره وعمى يعني مناخيره اتكسرت وبعدين الدكتور ادانا علاج عادي يعني مش للكسر بس هي دلوقتي مش عارفه هي ممكن تلم يبقى في مشكله ولا لا. هو مكسور بقاله قد ايه؟ بقاله 3 شهور بالظبط. طيب حضرتك عايز تسالها على هو المناخير. انا بس عايز انبه الناس لحاجه لان اوقات كتير الناس في العياده بيجوا لنا بمشاكل في المناخير. الكسور بتاعه الوجه والفكين والمناخير بتتبع جراحه التجميل مش بتتبع جراحه العظام خالص. فاحنا معلوماتنا كدكاتره جراحه عظام في الشق بتاع الكسور بتاعه الانف والوجه والفكين زيهم بالظبط. فانصحها انها تتوجه يا اما جراحه التجميل يا اما جراحه انف واذن. هم اللي هيتعاملوا افضل ويبقوا عارفين الوضع عامل ايه. لكن هي المنطقه دي ممكن تلحم لوحدها يعني انا ما روحتش لدكتور ولا حاجه ورحت قال لي ده مجرد كسر بس برضه لازم متابعه الدكتور اقول طبعا لازم متابعه الدكتور لانه الحاجز الانفي مهم. فدي محتاجه حد انف واذن يقيمها كويس هل الكسر ده نتج عنه مشكله في مجرى الهواء ولا لا. لسه هقول لحضرتك ممكن برضه دي تلحم غلط فتقفل الهواء طبعا. فلا الفكين يتبعوا الانف والاذن ولا لا الفكين جراحه وجه وفكين اللي هم شق من جراحة التجميل. لكن احنا كجراحة عظام مش بنشتغل في التقسيم اصلا بقت كتير يعني مبقاش زي زمان الموضوع بقى كل حاجة وليها تخصص دقيق زي كده واحنا ما بنبقاش عارفين فبجري على دكتور العظام وماله ومفيش مشكلة ان احنا ننصح المريض نقول له وانا متهيألي ده دور البرامج دي ان احنا نفهم الناس عارف. طب اوقات يا دكتور الاطفال وهم صغيرين احنا بنقعد نفحصهم كده من غير يعني من غير هدوم يعني خاصة لما تكون بنت ممكن نلاقي مثلا كتف اعلى من كتف حاجة مختلفة عن حاجة تعرف حركة المصريين يحبوا يدققوا مع البنات بالذات يقول لك عشان ده هتبقى عروسة وحد يقول عليها من اول ما تتولد لا مش لا يعني سن اللي هو بص هو شفت بتريق عليا الدكتور قال لا لا هقول لك حاجة هو روتين روتين لازم 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 بعد الولادة مباشرة المريض الطفل بقى مش هنقول مريض هو طفل بيتفحص وبالمناسبة هو بيتفحص من كذا تخصص يعني بيتفحص من انف واذن علشان يطمنوا انه السمع بتاعه اول 3 ايام او الاسبوع بالظبط. انا عايز اقول لك يعني في امريكا مع اول يوم الولاده بيتولد المريض وتاني يوم على طول بيعدي عليه حد بيعلم على كل النقط التشيك ليست بتاعته ان الطفل بيسمع كويس وجزء من الفحص بتاعه سواء بيعمله دكتور عظام او دكتور الاطفال بيطمن ان هو ما عندهوش اي مشاكل في العظام ان هو يعني نموه سليم بتبان من الشكل في الفحص بتبقى باين في حاجات بتبان في الفتره دي وبيبقى دورنا عندنا تشيك ليست بيستبعد ان في مشكله يعني طب لو حصل مشكله في سن صغير ده بيتم علاجها طبعا طبعا تالي الافضل انك تكتشفها وهي صغيره هي اهم حاجه تكتشف بدري فسواء كانت كتف او ايد او اي حاجه كان لازم تتعالج بدري على قد ما نقدر عشان ينمو على وضع صحيح ينمو صح. طيب في سؤال تاني لحضرتك ومعانا مدام سوزان من بني سويف. صباح الفل. صباح النور. اهلا بيك اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. يعني ابن بنتي عنده 2.5 سنين على طول على اول ما يعب يتكسر. رحنا وديناه لكام دكتور وجبسنا له رجليه 40 يوم وجه راح قالوا سحبوا من الكالسيوم اللي في العظمه اتسحب في الدم وهو اي حاجه بيقع بسرعه 2.5 سنين وكل يعني حاجه مش اول مره يتكسر مش اول 2.5 سنين يا دكتور بيتكسر كتير بيتكسر اكتر من 4 مرات في 2.5 سنين. طيب حاضر دكتور. ليه اخوات لا مالوش اخوات ده هو اول طفل. طيب هو طبعا المعدل دوت مش معدل طبيعي ده بقى اللي بنتكلم عليه. دي قد تكون طبعا احنا لا شفنا الولد ولا اشعاعاته ولا 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 لكن في حاجه اسمها العظم الاسفنجي او اسمها اوستيوجينيسيس امبرفكتا يعني عيب خلقي عند الاطفال ودي انواع في منها تايب 1 وتايب 2 بيخلي العظم عظم اسمه عظم زجاجي العظم ده بيتكسر بسهوله
مش طبيعي ان انا في سن سنتين ونص اكون اتكسرت اربع مرات. بيبقى مولود كده بالعيب ده. مولود بالعيب دوت وده درجات وليه متابعه مخصوصه وليه علاج مخصوص، فده لازم 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 دكتور يتابعه. هو ده المعدل الغير طبيعي. طب في السن ده معلش لو خلاص هما اكتشفوه دلوقتي وهيروحوا للدكتور مع الوقت يعني ممكن العظم يبقى نورمال والولد يبقى حسب كويس؟ حسب هو عنده انهي نوع من هذا انهي درجه فانهي درجه. حد بيسال حضرتك برضو بيقول لك ابني بيتكعبل كتير، ما بيتكسرش بس بيتكعبل كتير، دي حاجه ليها علاقه بالعظم ولا لا؟ يعني هو في الوضع ده بيبقى دورنا حاجتين، نطمن ان ما عندهوش تقوس في رجليه او ما عندهوش مشكله في مفصل الحوض مخليه رجليه لافه جوه، لانه بس دي بتبقى شائعه في البنات اكتر من الولاد. وبنشوفهم كتير لما تبقى اسمها ان توينج، يعني رجليهم لافه لجوه فلما بيجري بيتكعبل. فلو الولد ده اتفحص وركبه سليمه ما عندهوش تقوس ومفصل الفخذ ما فيهوش مشكله مش هيعملوا حاجه. تمام. لو نصيحه اخيره حضرتك توجهها لكل اب وام بيشوفونا النهارده فيما يتعلق بالعظام للاطفال تقول لهم ايه؟ يعني حاجتين بصراحه عايز اقولهم. نمبر 1 التغذيه مهمه جدا. احنا شايفين كتير قوي دلوقتي للاسف ثقافتنا اتغيرت في التغذيه وبقينا بنشوف حاجات فيري انهيلثي، يعني حاجات سيئه جدا في العادات الغذائيه، وده بيأثر على وزن الاطفال، وكتير من مشاكل الاطفال بتتاثر بالوزن، بقينا بنشوف سمنه في السن الصغير ودي حاجه مش صح، فيا ريت ناخد بالنا من التغذيه. تاني حاجه الرياضه، الرياضه مهمه جدا 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 عشان النمو الطبيعي الكويس لعظمه والعضلات الاطفال لازم نهتم بالرياضه واكل رياضه واكل بالزبط. كويس اكل صحي اكل مظبوط. اهم رياضه ايه مثلا؟ السباحه مثلا؟ صدقني اي حاجه الطفل هيحبها. خلي بالك انه حتى السباحه ما هم بيجروا بيسخنوا قبلها، الكوره بيجروا بيسخنوا، فاي رياضه هتبقى فيها ان انا اشغل عظمي وعضلاتي هتبقى مفيده جدا. اشكرك جدا دكتور فادي نبيل استشاري جراحه العظام والمفاصل الصناعيه، نورتنا وافدتنا وانا استفدت جدا. ميرسي. نورتنا وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل. نخرج دلوقتي مع حضراتكم لفاصل وبعدين نرجع نشوف الفن التشكيلي وصل اننا نرسم بالاطعمه بعد الفاصل.